بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا طلاب الصف الثاني المتوسط في درس جديد بعنوان الرسم الإملائي، رسم الكلمات المنونة تنوين نصب. التهيئة: أتأمل الشكل التالي ثم أجيب وفق المطلوب. التنوين: ما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعربة، تنطق ولا تكتب، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: تنوين ضم وعلامته ضمتان، تنوين فتح علامته فتحتان، تنوين كسر علامته كسرتان. تنوين الضم: مثال مر رجل بأبي بكر الصديق، رجل. تنوين الفتح علامته فتحتان، دعي جحا يوما، دعي جحا يوما إلى وليمة. وتنوين الكسر وعلامته كسرتان، كان ذا مال، كان ذا مال وفير. أعيد كتابة الشكل السابق في عبارات من إنشائي. التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعربة، تنطق ولا تكتب. وأنواعه: النوع الأول تنوين الرفع أو تنوين الضم وعلامته ضمتان، ومثاله مر رجل بأبي بكر الصديق. النوع الثاني تنوين النصب أو تنوين الفتح وعلامته فتحتان، ومثاله دعي جحا يوما إلى وليمة. النوع الثالث تنوين الجر أو تنوين الكسر وعلامته كسرتان، ومثاله كان ذا مال وفير. رقم ثلاثة أقرأ الكلمات التالية ثم أملأ الشكلين التاليين على غرار المثال المعطى، خاصة هذا تنوين نصب وكان نون أصلية. إذن كلمة المساكين هي نون أصلية. مثلا تنوين نصب باليا، تنوين نصب يسيرا، تنوين نصب يؤمن نون أصلية وكان نون أصلية كما تشاهدون، خاصة مثلا باليا يسيرا كان يؤمن المساكين. ننتقل إلى الصفحة التالية. أقرأ العبارات التالية مع ملاحظة الكلمات الملونة لأجيب عن المطلوب. المربع رقم واحد، انظر معي جيدا. التنوين جاء بألف زائدة. دخل جحا المجلس فلم يجد من ينهض للقائه أو يرحب به، فجلس حيث وجد مكانا. كلمة مكانا عند تنوينها لتنوين النصب جئنا بألف زائدة، لا تكن عبئا. كلمة عبئا كذلك. انتظر الظريف وقتا يسيرا، وقتا يسيرا كلمة وقتا ويسيرا أيضا جاءت بألف زائدة. ووضع أمامه كوبا صغيرا، ركز معي، صغيرا فارغا، وأخفى جزءا. أيضا في كلمة جزءا جاءت التنوين جاء بألف زائدة. وسنطبق القاعدة، لماذا جاء بعد الهمزة ألف زائدة في التنوين؟ لأنه لم يكن قبلها ألف. إذا كان قبلها ألف لا نأتي بألف زائدة، وإنما نضع التنوين على الهمزة، وهذا ما سنشرحه في الصفحات التالية. ومن أشرك بي شيئا تركته لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. أيضا كلمة شيئا. قد تراه مستمدا، كلمة مستمدا. هذا كان في المربع رقم ألف. أما المربع رقم باء، انظر معي جيدا،
دعي جحا يوما إلى وليمة فارتدى رداء. لم نأتي بألف زائدة في هذه الكلمة لأن قبل الهمزة ألف. عتيقا ووضع على رأسه عمامة. لم نأتي بألف زائدة لأن بعد التاء المربوطة لا نأتي بألف زائدة. فقرر أحد الظرفاء أن يلقن هذا الغني درسا لا ينساه أبدا ويتعلم منه أن ما يفعله ليس صحيحا بل يعد خطأ كبيرا. كلمة خطأ أيضا الألف التي عليها همزة لا تنون، لا نأتي بألف زائدة، تنون على الهمزة. أيضا فهم الغني الدرس فرأى هدى، الألف المقصورة كما في هدى لا نأتي بألف زائدة ولكن نضع التنوين على الحرف قبل الأخير. أعيد نسخ الكلمات الملونة في المجموعتين: عبئا وقتا جزءا شيئا مستمدا، باء رداء خطأ عمامة هدى. أكمل الجدول التالي. مكانا، نوع التنوين تنوين نصب، الصوت الذي نسمعه نون، الحرف المكتوب الذي انتهى بالاسم هو النون. عبئا أيضا تنوين نصب، الصوت الذي نسمعه نون، الحرف الذي انتهى به الاسم الهمزة المتطرفة اللي هي عبئا قبل التنوين. وقتا تنوين نصب، الصوت الذي نسمعه حرف أيضا النون، والحرف الذي انتهى به التاء المبسوطة اللي هي التاء المفتوحة. جزءا تنوين نصب أيضا، الحرف الذي نسمعه والصوت، الصوت الذي نسمعه صوت النون، والحرف المكتوب الهمزة المتطرفة. كلمة شيئا تنوين أيضا نصب، والحرف الذي نسمعه نون، و الحرف المكتوب الذي انتهى بالاسم كما تشاهدون الهمزة المتطرفة. مستمدا أيضا تنوين نصب، والصوت الذي نسمعه نون، والحرف الأخير هو الدال. رداء تنوين نصب، والحرف الذي نسمعه نون، الهمزة المتطرفة قبلها ألف كما قلنا في رداء وسماء. خطأ تنوين نصب، الحرف الذي نسمعه نون، الهمزة متطرفة على ألف فلا نأتي بألف بعدها. عمامة تنوين نصب، والصوت الذي نسمعه نون. لماذا لم نأتي بألف زائدة؟ لأن الحرف هو التاء المربوطة اللي هي الهمزة المتطرفة، تاء مربوطة لا تكتب عليها. هنا طبعا كتبت خطأ في كلمة الهمزة المتطرفة، هي طبعا يا أحبائي تاء مربوطة. هدى تنوين نصب، الصوت الذي نسمعه نون، والحرف الأخير الألف المقصورة فلا نأتي بألف زائدة. أتذكر أن حروف الانفصال وهي الحروف البخيلة يا أحبائي، وهي الست حروف: الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. رابعا نصنف الكلمات السابقة وفق نهايتها مع الاستفادة من الجدول التالي. كلمات اتصلت بها ألف التنوين: كلمة ضيفا وعبئا ووقتا وجزءا وشيئا ومستمدا. أما الكلمات التي لم تتصل بها ألف التنوين: رداء خطأ عمامة هدى. ننتقل إلى الصفحة التالية وبها ملخص الدرس الخلاصة. تكتب الهمزة الألف عفوا، يكتب التنوين على الحرف، أي حروف؟ الاسم المنتهي بحرف صحيح. إذن الاسم المنتهي بحرف صحيح ليس من حروف العلة، حرف صحيح. حروف العلة مجموعة في كلمة واي اللي هي الألف والواو والياء. إذن تكتب على الاسم، يكتب التنوين، تنوين النصب أو تنوين الفتح، على الاسم المنتهي بحرف صحيح، أي حرف غير هذه الأحرف. وأيضا غير الهمزة التي فوق الألف والتاء المربوطة. أيضا يكتب في الاسم المنتهي بهمزة متطرفة قبلها حرف ساكن، همزة متطرفة قبلها حرف ساكن. لا تكتب في الاسم المنتهي أو الاسم المنتهي بتاء مفتوحة هنا، ولا يتصل بما بعده. لا تكتب في الاسم المنتهي يا أحبائي بهمزة قبلها ألف،
الاسم المنتهي بألف مقصورة، والاسم المنتهي بتاء مربوطة، والاسم المنتهي بهمزة فوق الألف كما في كلمة خطأ. هذا كان درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.